السلام عليكم، معكم أيوب ثقيف من مدينة أسفي على ميكرو أشواق. أحب اليوم مبقى يعجب. معكم أيوب ثقيف من مدينة أسفي، في عمري 25 عام، حاصل على دبلوم أجون ريستوراسيون، ويلا شق الطريق ديالي. البداية ديالي كأي فنان يلاه كان يلاه طالع دابا، بدينا بدور الشباب هما الأولين مع الجمعيات، كنهضروا في ليزيفينمون وفي تظاهرات في مدينة أسفي، ودابا الحمد لله دابا حنا غاديين كنخدم على مهرجانات وإن شاء الله باقي الخير. خليتيني بالفراش زيتيني بعدي اللي نسيني هذا جادي معاك. بالنسبه للبروجي ديالي اللي خرجت مؤخرا كان العنوان ديالو برافو عليك، اللي من كلمات الحان يوسف السفياوي، توزيع وميكساج كريم برينكو، وتسجيل استوديو كريم جبران، وكان من اخراج اسامه بوسمامه. والحمد لله البروجي هذا نال بزاف اعجاب ديال الناس. خليتيني كنقاسي نسيتيني فنعاسي، خليتيني في كل لحظه نفكر فيك، شكون من بعدك يا حلالي يا كنتي الفرحة ديالي. بالنسبة للطلعة ديالي مع إيهاب أمير اللي كانت العام اللي فات بشهر 8، هو اللي انفيتاني وباش نقدموا واحد الأغاني زوينة للجمهور الأسفي، وكان هذا الشرف ليا، وكان زادني واحد الخطوة في الكارير ديالي إن شاء الله، اللي كانت خطوة زوينة واستفدت منها بزاف. جيتي في بالي البارح تمنيتك معايا، جيتي في بالي البارح تمنيتك حدايا، طول الليل وانا سهران فكر غير فيك. اول حاجه هما اللي موين دابا ولاو موجودين، ها السوشيال ميديا، استوديوات، شحال من حاجه، غير هو اللي شنقول لك ما كاينش اللي يعاون، يعني ما كاينش يشد بيدك، يعني يقدر واحد كيتمسك ليك ولكن ديما كيكون في الخفاء. كنلقى بزاف ناس كيتمسكوا ليا ما كنعرفهم، هما كيعرفوني كيجيو عندي تبارك الله عليك وداك الشيء، ولكن شنقول لك يعني ما بحال ما قلتي شي لي فان صحاح، فهمتي؟ ها كيتمسك ليك وصافي، كيتمسك كتشوف ديما متبعك كيشوف حتى صافي. اما اللي فان اللي كنعرف انايا، وبحال مثلا كيتمزك ليك كيبارطاجي كي اللي كيروح صحابو هذه ديك الساعه، ولا يعرفك على ناس جداد، ولا كيعرفك على ناس جداد شي واحد بواحد بواحد، وكيكون واحد الطبقه جمهوريه كبيره. اما كما قلتي غير الناس اللي كيتمزكوا ليك هما كيبقاو كيتمزكوا ليك ديما، يعني واحد باقي داكشي ما انتشرش، وكنحاولوا الناس باش يبارطاجيو مع صحابهم الاغاني اللي كنلوح والفيديوهات اللي كندير وبزاف الاعمال كنديرها، والحمد لله الاعمال نقيه وكتعجب واحد الفئه من الناس وكيتمزكوا ليها ديما، وهادشي الحمد لله كنفتخر به. اسفي كذبش عليك، راه كاع الفنانين ديال المدينه اللي في اي مجال، في كوميدي، في مسرح، في الفن، في الغناء، في اي مجال، كيقول لك خويا المدينه هذه ما كتعطيش الفن بلا ما كتبوا على بعضياتنا، يعني واش المسؤولين ديالهم كيعاونوش ما عرفتش، كاينه شي حاجه، كاين شي خلا، كاين شي حاجه اللي شاده هذا الشيء هذا، وان شاء الله يكون خير، وحنا ما بغيناش نخرجوا من هذه المدينه هذه، حنا بغينا نبقاو منها وبغينا نتشهروا منها باش تبقى اسفي تيازه الترابو. انا عندي امكانيات قويه، علاش الناس المنظمين ديال الفيستيفالات انا في مدينه اسفي علاش انا ما يعيطوش ليا وما يعيطوش شحال من الفنان المسفيوي اللي بادي تاهو بحالو باغي يدير الكارير ديالو، علاش حنا ديما مقصيين، انا الفنان المسفيوي ديما مقصيين، بصح حنا خاصنا نبانو، خاصنا نطلعو، خاصنا نعمرو كيف كنقولو السيفي ارتستيك ديالنا، باش الا مشينا شي مدن اخرين ان شاء الله يلقاو السيفي عندنا راه عامر، ديك الساعه كتولي عندك واحد الهيبه واحد القيمه في الدومين. خليتيني كنقاسي. المهم رسالتي الاخيره، كنطلب من المسؤولين ديال المدينه مدينه اسفي ينوضوا شويه بالثقافه بالفن، ويهتموا شويه بالفنانين المسفيين اللي يلاه بادين ومقاتلين، انا كواحد منهم. واحد نقطه اخرى بالنسبه للمعهد الموسيقي مدينه اسفي، السن المحدد ديال التسجيل هو 15 عام، انا بغيت نفهم غير علاش، واش واحد اللي في عمره 25 عام ما يقراش موسيقى، واش واحد في عمره 60 عام ما يقراش موسيقى؟ في العالم كامل الموسيقى ما عندناش واحد السن محدد، يعني اي واحد كيجي من حقه يتقيد في المعهد وخاصه يقرا الموسيقى.